ملاحقة نظام الأسد للمدنيين في ريف اللاذقية بمجزرة تلو الأخرى في بيوتهم وملاجئهم وخيامهم خلف وضعا معيشيا يرثى له. تحاول الجمعيات الإغاثية التصدي لمخلفات قصف النظام من جهل وفقر وعوز بتبرعات ومعونات غذائية وطبية بين الحين والآخر. بعد القصف الروسي لاستهدافه للمخيمات ونحن نشعر أيضا في نقص كبير وافتقاد للجميع أدنى مقومات الحياة، نحن الآن في أحد المخيمات التي لا يوجد فيها أي شيء، قدوم فصل الشتاء و تجهيزات معدومة تقريبا ولا يوجد لدينا أي دعم، نحن بحاجة إلى خيام لأنه تضررت كثيرا. المجلس المحلي في ريف اللاذقية بالتعاون مع جمعيات إغاثية قاموا بتوزيع مادة الحليب على المخيمات في المناطق المحررة إضافة إلى الألبسة والأحذية على طلاب المدارس. يقوم مجلس محافظة اللاذقية بالتعاون مع الجمعيات الخيرية بتوزيع مادة الحليب في المخيمات اللجوء في الريف اللاذقية المحرر، وهذا المشروع من عدة مشاريع سيقوم مجلس المحافظة بتنفيذها في الأيام القادمة بإذن الله تعالى. ساهم المكتب الإغاثي التابع لمجلس محافظة اللاذقية بتغطية بعض احتياجات المخيمات عبر مشاريع إغاثية شملت كسوة شتوية لأطفال الشهداء والأيتام وقرطاسية وألبسة لطلاب المدارس، إضافة إلى مشاريع أخرى يتم التحضير لها بغية مساعدة من التحفوا العراء ثمنا لما طالبوا به قبل سنوات.